وصلت السلام على رسول الله. طبعا بننقل الطرق الطبيعيه لنظافه عشه الفراخ. فهنا بنتخلص بنلم الزباله هنا، نظفنا المكان وبنلم، بيبقى يعني زباله خفيفه او مخرجات خفيفه، شويه اوراق او شويه مخلفات اهي، بنحاول ايه نولع فيهم فوق السطح. لا لا ما تجيش حاجه اهو، شوف 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 اهو، بنحاول نولع المخلفات دي بدل ما هتعور الاولاد وتكركب الدنيا وتبه الزباله وتلم الحشرات اهو. بنحاول ايه ننظف الاسطح، ننظف الحاجات دي بحاجات خفيفه، دي مش يعني مش ايه مش زباله كتيره او خارج كتير، لا حاجات صغيره. فهي الولع بتاكل كل شيء، يعني سبحان الله تعالى لما جعل النار اشد حاجه عشان تخوف الانسان وعشان الانسان يتاكل الله سبحانه وتعالى. يعني فان لم تفعلوا لن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، اهو يبقى اشد حاجه النار. فهو وسيله من وسائل استهلاك المخلفات وقطع المخلفات والحشرات بدل ما تحوي حشرات، نعمل ايه؟ ان احنا نولع نوقد النار. اشد حاجه ربنا عملها للانسان ولل لانه يتقي الله، ايه اللي هو قال له؟ خلي بالك من ايه؟ من النار. ان ما اتقيتش ربنا وامنت واتقيته فاتقي النار. يعني هو هتروح في منه سبحانه وتعالى في النهايه، سترحل عن الدنيا وستعود الى العزيز الجبار مالك الجنه والنار. فان لم ترد الجنه فالنار. يبقى اذا اخذ من النار في الدنيا فايده مهمه جدا، ان اهم شيء واهم وسيله للتخلص من القاذورات، للتخلص من الميكروبات، لتنقيه الجو زي ما بقول، هي حلها الوحيد اللي هي هو اوقاد النار في الاشياء المخلفات بدل ما تحوي حشرات وتحوي ميكروبات وتحوي كائنات دقيقه وصغيره ضرب الانسان. منها بتنظف ومنها بتاكل ومنها الدخان بيعمل ايه زي ما بقول لك بخور اهو. فهذا الايه السطح وهي بطع مخلفات خفيفه ليست كثيره اهو، ولكنها ايه يسيره وسريعه، والهواء الطلق بتطلع في الاعلى لا تضر احد. الطريقة السليمة والعلمية اللي هي ناخدها من رب البرية، ان هي ان نتخلص من الميكروبات والخارج بتاع البيت والمخلفات، المخلفات اللي هي الانسانية او حيوانية او طبيعي. احنا في مكان اسمه اللي طبعا كرة، والكرة كل بيت من نظام القرية انه عامل طيور وعامل شوية طيور للاكل والطعام والشراب، شرط التجارة، في ناس التجارة، ولكن هي كل بيت ما يخلاش، يعني زي ما انت بتحط في تلاجتك الطعام والشراب، فكل بيت فيه مربي فرختين على بطتين على كتكوتين بياكل منهم، ياكل مخلفات البيت اللي هو طعام والشراب بواكل الانسان، وفي نفس الوقت بيطهروا المكان، وفي نفس الوقت بيدوا تغذية للانسان. ادي تطهير السطوح اهي، تطهير السطوح من المخلفات الإنسانية والطير والحيوانية. شفتوا المخلفات يا دي طريقة التنقية. فيا ريت كل واحد طالما ربنا جعل النار أشد عقوبة ولم يخوف الإنسان بأشد من هذا، إذا هذه النار هي علاج الكافي. حتى بنسمع هناك الدول اللي بيكرموش الإنسان اللي هم غير مسلمين، إن الدول الأجنبية بيعملوا إيه؟ بيحرقوا الانسان يتخلصوا منه، عشان بالذات لما حصل كورونا وحصل امراض وكانوا بيحذروا انهم يلمسوا الانسان اللي هو المصاب خشيه الاصابه للاحياء، وكانوا بيعملوا ايه؟ بيكفنوش هناك عندهم ويدخلوهم في محرق. حتى لغايه دلوقتي نسمع، طبعا عندنا في الاسلام لا، الانسان بيكرم ويوضع في التراب تكريم له بعد الصلاه والدفنه، وفي يعني ايه تكريم له. انما طبعا بدكم عشان الناحيه الدينيه محروم منها، محروم من نور ربنا اللي هو ما يعرفش ربنا او لم يؤمن به، فهو بس الوسيله بتاعته وصل بها برضو انسانيا، ان المحرقه هي اسرع حاجه بتحرق الانسان. طبعا بيرفع افران درجات حراره شديده، بيدخل الانسان يحرق ويشتعل فيه نار اشد اشتعال، وتنتهي ايه ينتهي الجسد في لحظات. لكن احنا الطريقه بتاعتنا فناخدها وسيله انها النار واحراق المخلفات واحراق الحشرات، وديت حاجات بسيطه وليست بمحرقه ومدخنه كبيره، ده ديت ليست اذى. اولا في الهواء الطلق فوق السطوح، والهواء بيرتفع الى اعلى اهو، وليس ايه هناك ايه. فدي طريقه مثلى
التخلص من المخلفات الحيوانية أو الإنسانية. فربنا يوفق الجميع، ووسيلة للنظافة، لأن يعني زي ما الإنسان بينظف نفسه كل يوم 5 مرات، طهارة ووضوء ونظافة على الأقل يوميا، فلابد يكون في طهارة برضو للمكان، طهارة للإنسان، طهارة للباس، ما بيغسل لباسه أو اللبس أو الآخر، كذلك في طهارة للإيه الحيوان. أنا قلت لك هذا ودي هناك يلا. فهذه الطريقة السليمة اللي هي نطهر بها المكان، نتعلمها كإنسان، حاجات خفيفة ما بتأثرش. اللي هو حاجات كبيرة بناخدها طبعا عربات نقل ونذهب بها إلى أماكن حرق المخلفات، دي بتبقى شركات كبيرة أو عربات كبيرة. إنما لو حاجة ورقتين زي ما أنا بنضف نفسي، لو حاجة كبيرة ومرض كبير بضطر أروح المستشفى وأروح عزل إلى آخره. إنما لو حاجة بسيطة باخد العلاجات الخفيفة، باخد الطهارة الخفيفة، باخد الإيه الإسعافات بيسموها الأولية، فهي دي بقى اسمها إسعافات أولية. ربنا يوفقنا ونستفيد من هذه الطرق في الحالة الإنسانية وفي حالة تفعيلها في الإنسان وتفعيلها للحياة البسيطة اللي هي في كل بيت. وفقنا الله إياكم وهدانا لسواء سبيل، وهي طرق يعني موجودة بسيطة ولكن للتخلص من المخلفات بدل من المنقذات، اللي صلى الله عليه وسلم قال إماطة الأذى عن الطريق صدقة. كل كان الناس زمان كل واحد بيرمي ويهرب بالليل ويرمي على الثاني، لا، انما الصح ان كل واحد يتخلص من مخلفاته البسيطه بطريقته بس كده، هتنتهي ان شاء الله المخلفات وهتنتهي الازمات ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.